اللي عندهم سهم ارامكو، ملاك شركه ارامكو للحين ما باعوا الاسهم، يقدر من جواله بطريقه سهله انه يتابع السهم وبشكل لحظي ومن الوجت. خلوني اوريكم كيف. الوجت اللي ما يعرفها، اذا لفيت يسار هذه المختصر، فتروح تضغط على تحرير وبعدين تضغط هنا على الاسهم. اي خيار من هنا يطلع لك بشكل مباشر، هذا رقم واحد، تطلع لك كل الاسهم. الحين بنحذفها كلها ونحط الشركات اللي نحتاجها. طيب بعد كذا هذه الاسهم كلها، المفترض ان الواحد يروح لتطبيق الاسهم نفسه وتلف يسار وتحذف، تحذف الشركات اللي ما تبيها او انك مالك اي اهتمام فيها. وبعد ما حذفتها كلها اضيف مثلا شركة ارامكو، احط رمزها اللي هو 4 2. هذه شركة ارامكو، خلاص تصير كذا مضافة عندي. طيب من وين جبت رقم ارامكو؟ من هنا تداول، هذه ارامكو، ادخل عليها، كل شركة موجود لها رمز. الحين اذا دخلت على ارامكو بيطلع لي هنا رمزها انها 2 2. يلا يا ارامكو 1 2، هذه 4 2. طيب بعد ما اضفنا ارامكو هنا اضافة الى القائمة، خلاص تصير مضافة عندك، بحيث انك لو سحبت من اليسار اليمين هنا على طول تطلع لك، وتقدر تتابع السهم بشكل بسيط. اي شركة تعرف رمزها تاخذها من تداول تحطها هنا بلمسة تتابعها. كذا تقدر انك تتابع السهم بشكل لحظي. عاد اللي بيستفيد من هالطريقة يتصدق اني لو سهم واحد ولا بدعوة طيبة.